هل يجوز صيام المسافر في رمضان؟ هل يجوز صيام المسافر في رمضان؟ لا شك في جواز ذلك، ولا سيما وقد جاء التصريح بالتخيير في حديث في صحيح مسلم حينما سأله الصحابي المسمى بعمر بن حمزة الأسلمي أنه يسافر كثيرا فهل يصوم؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولهذا فالمسافر في رمضان له خيار بصريح هذا الحديث، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا من حكمة التشريع أنه لم يرجح الصوم على الفطر أو الفطر على الصوم، وإنما أوكل الأمر إلى المكلف، لأن المكلفين يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. منهم من يختار الصوم في شهر الصيام على أن يصوم في غير هذا الشهر والناس مفطرون، ومنهم من يؤثر الراحة في سفره في هذا الشهر ولا يتحرج من أن يصوم في غير هذا الشهر. لذلك كان قوله عليه السلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر في منتهى الحكمة. نعم.